بس حطينا الحليب مع النشا، غليناهم مع بعض، الحليب مع النشا مع السميد والسكر، خليناهم يغلوا، صار عنا كونا عنا القشطة أو هي الهيطالية، بدنا نخليها تبرد وبعدين بدنا نحشي فيها الوربات اللي هم العجينة، حطيناها ب سقينا واحدة واحدة بالزبدة، وحكينا أهم خطوة إنها تكون مسقية واحدة واحدة بالزبدة، وبعدين والخطوة الثانية بس إنه ما نترك العجينة بالهواء لأنها بتنشف. أوكي. والزبدة تكون عنا دايبة وتنحط بالفرن لمدة 20 دقيقة. تطلع عندك هيك. وسمير يزينها. وسمير يزين. طالع. عجينة الكولاج، زبدة. للقشطة المهلبية 2 كوب حليب، 4 ملاعق كبار نشا، ملعقتين كبار سميد، ملعقتين كبار سكر، علبتين قشطة، وللقطر بنحتاج لكوبين سكر، كوب ماء، عصير ليمون، وفستق حلبي للتزيين. مزبوط. هلا رح نبلش بمقادير هلا هي القشطة هي عبارة عن مهلبية بس جامدة. تمام. اوكي، فهلا احنا عندنا هون حليب، كاسين حليب. اها. في عندي القشطة. هلا يفضل انها تنجاب القشطة اللي بتنحط بالثلاجات اللي بتكون مش اللي بالعلب، فبدي علبتين قشطة. هلا كله على البارد رح ينحط. وعندي 4 معالق نشا، 4 معالق كبار. تمام. عندي معلقتين كبار سميد. هلا في ناس بتحب تحليها لنفس المهلبية وفي ناس ما بتحب، في ناس بس بتحب تاخذ الحلاوة من القطر. هلا انا بصراحة بحبها، بحب احط بس معلقتين سكر. تمام. اللي ما بحب مثلا بحب بس على حلاوة القطر بقدر يخليها. أوكي. هلا بدنا بس نحرك ونخليها تغلي، وعلى طول بتشوفوا كيف انها بسرعة بتجمد معنا. بدك نحط الزبدة هي قريبة من النار؟ بدنا نولعها. على خفيفة صح؟ بس اللي تدوب، ترجع تدوب. هون بارد الاستوديو على فكرة. اوكي. هلا احنا عندنا القطر جاهز. تمام. القطر عبارة عن كاستين سكر مع كاسة مي مع عصير ليمون. عصير هيك بسيط. عصير ليمونة. هلا في ناس عشان خصوصا هلا عشان رمضان يفضل انه ينحط بدل عصير الليمون السيتريك اسيد اللي هو ملح الليمون. اوكي. بضاين بالثلاجة حوالي اسبوعين. اوكي. اكثر من ما انه نستخدم الليمون العادي اللي هو القطر بخلي القطر بخلي القطر بالثلاجة ما بخرب لاسبوعين اذا يعني استخدمنا ملح الليمون. اول رمضان تبعت القطايه لنص رمضان يعني لنص رمضان بضاين معك. تمام تمام. سمير رح اغلبك انا بشغله. انا طبعا. لانه ما بدنا نكون كثير معنا وقت عشان طيب. اوكي. هل احنا عندنا هون عجينه البقلاوه؟ أنا أغلبك أنا بها وأنا بدي أغلبك بهاي بس حركة. عشان ما بدي تنقشعك. طيب. عاد أنا لما أوكي. أشوف لا والدتي أو زوجتي بحركهم بالمليحية بالمطبخ بهرب لأنه أول ما يشوفوني بيقولوا لي حرك. أوكي. هلأ إحنا عندنا هون هيهم القطع تعون البقلاوة. أوكي. بدنا الزبدة. يلا هسه بتذوب. مزبوط مزبوط. بس أعطيها شوي هتذوب. تمام. بدي ارفع لها هيك منيحة. اوكي. تمام. احنا مقسمين الوربات لاربع شقف العجينه. اوكي. هلا اهم شيء بدي اخليهم احط فيه او بحط بالصينيه ما عندي مشكله. انا عشان يقدر زميلنا ياخذ يكون باريحيه. هل اهم خطوه
بالوربات انه بدنا نسقي كل وحده بالزبده. سامحينا رند. والعجينه الثانيه لما بدنا نستخدمها بدها تكون تركينها محطوطه ب مغطيه عشان ما تنشف. بس احنا هون لانه على السريع رح نشتغل، ما رح نطول. اوكي، لو سوينا واحدة او تنتين، لو سوينا واحدة او تنتين معنا، سوينا واحدة او تنتين معنا مشكله، بس بحيث انه الطريقه بالضبط بعد ذلك. هلا هي اوريدي بتتقسم وبدنا ناخذها بس واحدة واحدة، لانه اذا ما نحط عليها واحدة واحدة الزبده ما بتطلع، بتقرش. بدك اياها تجمد صح؟ هلا انا رح تجمد الجمد اصلا. ها بلشت هي بالضبط، هلا بلشت هي بدقيقه بتكون هلا هيك جامده. تمام، بس خفف؟ لا بدي اعلي. اوكي تمام. اوكي هلا هاي بس رحت، يا سبحان الله كانها خايفه منك. طبعا اجمدي. هاي اجمدي. اها اوكي هلا هيها هيك جمدت. وهلا احنا اصلا ما بنقدر نستخدمها. اوكي بدنا اياها تبرد. تمام، فهلا هي هي هيك رح تكون. اوكي اوكي هلا بدنا تنحط بالثلاجه، بدنا نغطيها بالنايلون. اوكي النايلون يكون ملامس لسطحها عشان ما يتكون عندنا الطبقه من فوق. أوكي. وبدنا اياها تبرد، بس تبرد بنقدر نستعملها. هاي طبقة القشطة اللي من فوق لما تسوي شاي وحليب تقهرك، هاي اللي بتشيلها عرفتها؟ بالضبط. طبقة من فوق أو بتجيله أحيانا بالكريم كراميل تكون جامدة من فوق. في عندي أنا هلا هون هيهم بدي أقسمهم لمربعات. يعني أنا أول مرة لما عملت الوربات فكنت مفكرة حالي إنه قصة وإيش بدي أعمل. طلعت ولا أسهل منها. بدك مقص؟ في مقص؟ طبعا. احنا مطبخ رؤية. احنا مطبخ رؤية. كثير من انا بس. قص. هيك؟ عادي تمام؟ تمام التمام. هلا انا هي عندي هاي القشطة طبعا جاهزة من امبارح. احنا مطبخ رؤية. زبدة. احكي لي عندكم برواز؟ عندنا برواز. اوكي. هلا احنا حطيناها بالكيس بس للتسهيل عشان نقدر نحطها. اوكي بطريقه مرتبه. تمام، وهي احنا نرشي كم وحده بس ونحطهم بالصينيه. بالضبط. بعدين نورجي لمشاهدينا كيف شكلها بيطلع. قديش رح تقعد هاي بال تقريبا 20 دقيقه على حراره 170 175. على حراره 170 بالضبط.